كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أتاهنا إن شاء الله تعالى ودعد ورد جينا إذا الفقه فقها جين إذا مستوى الأول بيروي إتاه بيرو مستوى يورا حالها المستوى يو أكاديمية الزاد عند أوتو إت برنامج نوكر أقدش حال هي يا لتو قزحة مؤلفي أقا رجعينا وشا علم عام دركوارت كدر تاقا هقا برنامج أخلاتنا الهوين ويشتغى شا نبس ريسونا دو حار أوروك تيدوينغا نعوردو إن شاء الله تعالى. المستوى الأول وما أغلر المحتويات إذا وجيني اتواح دولا داقوش وجيني وطلعت دولهم وصدر جاني ويسومت دعوة حقاين الشورس شو الطهارة وقسامها أقدس أنوات داقوش تريناس تسريني تندع يشتقدع جيني تقدالت. كتاب الطهارة دوحر ويدوشر دولو داقة إذا كتاب الطهارة تنون داقدو تنويش تقلا مزية سرسو يقدو غين تو يقدو وشتلهم نشودو. تعريف الطهارة وأقسامها تو لا مزية سرن تن أبردليني تن داقوش. المياه وأقسامه وأقسامها خشة داقوش باب الآنية بيغشي يتداق قضاء الحاجة وسنن الفطرة وسنن الفطرة تيست حاجة تقوشية أهروخش نيلو ديشتل هما فطرة تحضر سنة تشأ الوضوء وأحكامه المسح على الخفين والجوارب والغسل وأحكامه التيمم وأحكامه إزالة النجاسة الحيض والنفاس بس هرز دي لقويا عامريج هوك جينيتش تويس كتاب الطهارة ألشي سيقضو أشتك إدوك وكخز ذاكي سيرتش دو لامز إيش خز واحدو وشاود دو تاقا إذا لامزا لامز إيش كان عيوغار حالها منو خيس إيستيج خاما ديزي من لامز سنديلا خيش بلغل دوخ دو حار أوراك سرنيت سفت دوناستي سرنيت سنتير دعيول شور كنيغا انت عادي نستيور وشت الكترون انفورماتي عاد دوناستي. المدخل انت فيديني يدق سندرس في هذه الوحدة هق وروك هو عام وردو تعريف الطهارة واقسامها لا مزية سرسن ابردليني سن داق وشأ سنلي تعريف النجاسة واقسامها نجس بوك هدو سن أبردليني سن داق وشأ قولونيك أقسام المياه وأحكامها خيش خين داق وشأ سن أحكام شأ ديولنك أحكام الآنية بحيغن داق وشأ. الطهارة معنى الطهارة في لغة العرب النظافة طهارة بوشتاقا عرب ومتحا إذا النظافة سن البوك دويس والنزاهة عن الأقذار والأدناس أقذار أدناس باش تسمع عنده بيخلش تنخ تنوردو النزاهة النظافة بوغدو. والطهارة على قسمين شي ديقي ديقلش دو طهارة الأول طهارة المعنوية دو بس تسأنا الله معن آور تسأنا الله وهي طهارة القلب من الشرك والمعاصي إذا دوك تسأنا هذردو شرك أخ عيسى اللي هم نشخ كما قال تعالى الله دار ما قالر إنما المشركون نجس مشركناه وش بيخبو وقال إش سؤال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا بقال الله لؤشو شن شجر شن بيخل دعياق هاي أهل البيت أقا شو
تأندأ تأندرخ. طهارة حسية، إذ هو طهارة إذا رفع الحدث حدث بكودو علامة كراهة تخدر إي حال دعاي دردق طهارة حسية. وزوال الخبث بيهول دعاي قردو، والخبث هو النجاسة يقيس. ويتوجب إزالتها من بدن المصلي وثوبه ومكانه، واجب دو نجاسة دعاي قر لامز يشول سجدية تيرا سن بدر تيرا سن مت تيرا. أقسام الحدث، حدث لامز كرح تسخي دربوشتو حال إذ شندي قديقشتو. ينقسم الحدث إلى قسمين، حدث أصغر وحدث أكبر. أصغر دو أكبر دو. الحدث الأصغر يهدو وهو وصف معنوي يقوم بأعضاء الإنسان الأربعة. إذا ما عنده إذا أبي ثاني إذا معنوي تو يسحقوشهم داتي زلع معنى أنت يي ميجي أنت خلشيلا كوتسكيب تويس. وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان يي بين جميلو يوح شيكوغ كوارت شيكوغ. فيمنع من صحة الصلاة ونحوها. لامز نيس خضر ديس فيتين خضر بريبياس فيوس هو بريبياس في حدث حدث أصغر. ويرتفع هذا الحدث بالوضوء يحدث تويس لامز كراح تخضر بوشت الحال يوصف دعايله لامز يترت يأبي ثاني دعيولتون. الحدث الأكبر يوك حدث مرضو دق حل لامز سيغ كراح تخدر. ووصف معنوي يقوم بالجسم كله دول دي غتك ساتدش يضع بيساني بس. فيمنع من صحة الصلاة وما في حكمها. إذا لامز ديس فيت نخدر لامز حكم حدور شدهما سنة بريباس فيش لهم دويس سنة نيس خضر لامز يش لامز نيس سهول قرآن ديش قرآن نيس سهول لم يصح منه. إذا حدث أكبر دو دويس إذا نيتر تيدو جوش طولم نشتوكوش. ويرتفع هذا الحدث وإي حالة إي حدث يسكرنيني دعايلو بالغسل ليتشرتس. أقسام الطهارة لي ترانا تويست أنا لي داقوش. طهارة حسية يوي طهارة معنوية يوي تويست سمسلو أتشيني يوي طهارة حسية أسيزاي مي أتشيني يوي دو حرنك طهارة حسية شندي يقوش. من الحدث، الحدث الأكبر الحدث الأصغر أتشين نخ أتين خذو يشو دقة جمال دورش تولى حدث دويس تامز كراح سخدر دقة وخل ليجر تدو جر دويس جمع وخل لامز دو خورت ومنشتو لامز كرر دو خورت ومنشتوش. من النجاسة إشتا يطهر تحسي يخليز نجاستك في البدن وفي في الثوب في المكان. بس إيت أنا الخليزة يطهر تنسي حسية دويس سيك بيدر تيح سيك ديغ تيح سن بيدر تيح سلامز يشوش متح نجاسة تخزن خلويسيس. نشاط، عرف الطهارة لغة وشرعا مبينا أقسامها. طهارة بوغة سن شريعات كي يزك ويزن تشينيالية سن داق وش بالغلداق. ما المراد بالحدث الأصغر وما المراد بالحدث الأكبر؟ حدث أصغر أج سن هلوش تكهدو حدث الأكبر عاجي سنة لوش تيك هدو سنة لوش تيك دوت عاجي. وهي حدث الأصغر إذا لامز دوخ لامز كير دوخ تلوم نشتو حدث الأكبر إذا ليتر تيدو زوش تيدو زوش دو لهم نشتو. المياه خش نتوى لامز ويوش خيجي تسحالها ويا تلامز إذا خش خليلو مديزي يخي ملخ ليلو مكشتو يخي ملخ ليلو مكشتات
يدوي تردوي. ينقسم الماء في الجملة إلى قسمين، خي دوت سألتشي إذا شين ديك يديك لشتو دم قا ديك يدو دي ديك يدو صعبو تعلمنا نقرقه مؤلف هو إذا شين ديك يديك لشتان اسمين يدعو ماء طهور وماء نجس تسين خيدو بيخيدو. أولا الماء الطهور تسين خي ملغدو وهو الماء الباقي على أصل خلقته إذا خيدو إذا شا ديسين دورشتولا على أصل خلقته ألا داشا سحمك والر التي خلقه الله تعالى عليها أت خلقت عليها أتي على خلقه أت تع ديسنا إذا ألا شا حمك والر ديسين خيدو إذا يتوادى كتوريسيوس نسوي مصنوبي ولم يختلط بنجاسة نجساني دعي دينس ميشو سدينا داتيس فتغير طعمه أو لونه أو ريحه نجسان إيد داتيس سوس يشام خيت يبوس خيت يحج خيت يسالو تنمسل تنخي كل ماء نزل من السماء سيغلر وحميل دويسن خيدويس أو نبع من الأرض يا لات يا حال ميل ديال دول خي لات بوخد لات بوخر ديال دول خي كمياه البحار وردا خشسا والأنهار تاتو خشسا والعيون شودا خشسا والآبار غون غوت خشسا حكمه تو إن خيط ماء الطهور تن حكمه دو يرفع الحدث تو لامز إذا كان احتخل أربوش تلكوت تنس لامز يتشي دعايلو إدع دولتك ويزيل النجاسة نجس دعيوكتو والدليل تندود هدو تنتوشل قوله تعالى الله ديل دوشتو وأنزلنا من السماء ماء طهورا وستغلر دوسين خي موخ طهورا تندلش شو الله تندليل قوله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر وردا خيخ لا تسيرش دوشتوك هو الطهور ماء سنخي تسندو الحل ميتته ستوح يله ماء إذا حان ليو تويش جهار بيقيك حيتو عيالتي إذا قيب اللوش ما تسبق مكشبو. ولا يضر الماء ما أصابه من تغير تحقى خي تنتع الزيت دو هوك تحدو وشتو هم نشوى يخي خي ترخ بسبب طول المكس يخي دوك لاتن لاتن خيس دلك مثلا خي دوك لاتر تحوش قيت يتوى تخين ديش زيادات شامدا ما الطهور دي سشتويس أو المجاورة أو المجاورة يتعن قل حليل شتوك إخي مثلا مثلا تعن طول شتو خول ديول شتو إخي يا مثلا نتوخي ولا حا تلاتينا تلاتيش تو خيخ كور مثلا تو تكور بيات بلا وحجو تو خيو تشم داتن أو بماء أو بما يعسر ويشق ويشق صون الماء عنه يا مثلا يخي لردا خلدر تلهمنت دعينا كيس يخي نواز مورنا يخي تنهلر ده يمنو دو كوراق الشجر ديتير مثلا غش سن ليستي ديريوي انس ديتير غش يخي لردور ده سعو تتاوي ديتير غش تو سيغي يطلش وعد وشتل تاتو ولش مثلا خيش آرينش كحدل بروديش وش لردور ده سعو تو إيغوش يش تو إيغير ألا يخي خيس دلجي بوستون خيس بلجي إذا خي دولجي دعدال داتيس شامدر ما وطهور ديس شتويس والطحلب إيش مثلا تاع دوك لاتيش تاع زيلون هم يري انتي تسالسون سنة نوشي ما تاع هو وات إذا توا لام توا خويتش تاع لا يضر الماء ونحو إيش تنهتر دوهما الماء المتغير بالطاهرات له ثلاثة أحوال هر كويرتوم دورا زابوم نتي خي خيس ديل شن خيس ديل دورش دول خي بالطاهرات تسين يولش الهم نشيتا سميش واتس دار باحان دولش تسين نجس تسين يولش الهم
له ثلاثة أحوال تنقح عرضه. دوحرنيك: إذا اختلط الماء الطهور بشيء من الطاهرات نجح سنخي تندرشت الأخي دع إيد اللحات إن يرشد هم نجسه ولم يتغير لونه تنبوسخي تتبلح ولا طعمه يتنشامخي تتبلح ولا ريحه يتنحجخي تتيلح باقٍ على طهوريتي شام درت عند سشدوخي لأن الماء باق على إطلاقه من أجخي شام در خبوت من تحت السندويس خيز دل ما داتك ديتي رغشت دوج الخين يبوس تخيصلو يا شام تخيصلو يا حج تخيصلو شام در خيدوسيس مثلا. إذا اختلط الماء الطهور بشيء من الطاهرات خينا أحسن أن خي إيدل جيت إن همنشس تغير وتوخي تأخيتش إخي تغيرا يخرج عن اسم الماء إشت خيتين تو إذا خيبوش تأرقر دعدوكش خيدو أعلى تنتيات تنخ لا يصح التطهر به تنت لا مزيتش لا مزيتر نيسخ داتن لأنه انتقل من كونه ماء إلى شيء آخر هند أج خيبو تنجرة قيت بيشستو قيت من قد يحدى الليس إذ لا يسمى ماء تنه ما خيت أول تنه مثلا كالشاي شاي والعصير سوك والمرق تورب إذا تنس لامز إتش لامز نيس خير داتسون مثلا حويدر تحخيدو يتويدر تو تشايني باكيت تشو يجيكها مثلا واس خيس بل تشاي خيلك سنة سو تنز علامة زي تشي لامز نيس خير دات لاج خي بو تشي دا دالة تشاي بو شدول تشا اتس ويش سوك دي عداليز خي بو شدول تشي دعيالي تنخ أن يتغير الماء بشيء من الطاهرات إذا خيخيت دلة تنهم من الشيء يصدع إيغر ولكنه لم يخرج عن مسمى الماء نخيبوش دولتشو إس نزواني يقر دع دع داسك يخيبوش دولتن أبساني دع أي لاتكتن كالماء الذي خالطه صابون فغير لونه مثلا خي سابنس دع إي نيس تن بوس خيت بلي وقع فيه حمص يتشو مثلا قروخ تعم يجي فغير طعمه يتن شام خيتتو أو زعفران يا زعفران شفران سخيت دعي سميش وتسليتو فغير رائحته يحوج خيتتو ولكن لا يزال اسم الماء يشمله نخيبوش تنهما اسم يلشيتن ففي الطهارة به خلاف بين العلماء اتخيت لامز يتر علمنا أن يقعر الزنغداسيو والأقرب بولي بليسك ديكبا أنه مطهر إذا تنخده طاهر مطهر شاهد تنا دويز دويز طهور كنك تندش دويز مطهر كنك تندش دويز تون سمي قردو باخت لامز يتر إذا رأي المؤلف الماء المستعمل في رفع الحدث من الوضوء والغسل طاهر في نفسه مطهر لغيره خي المستعمل اسبول زون دلخي ليلين دلخي لامز بيوتش لامز إيس الخليل إز يليش الخليل إز طاهر في نفسه إخي شا تندو إسبو مطهر لغيره قنقا قيوم تانيا شا دويس أكيد ما طهو ما الماء الطهور در تحسوتي أحتان قاة جنبير بوي تأقى يدو أشتلا خي ماء النجس دو تندر إذا أدينا دو تردوي والحمد لله رب العالمين.